بفضل الله عز وجل تسير أولى قوافل الحجيج من ريف حلب الشمالي ومن الشمال السوري إلى الجنوب التركي، ثم إلى مطار عنتاب، ثم تتابع مسيرها إن شاء الله إلى جدة فمكة إن شاء الله. أولى القوافل ما يقارب 150 حاج وحاجة سيدخلون اليوم من معبر باب السلامة من مكتب السلامة، والحمد لله الأمور تمشي بيسر وسهولة، يعني سواء كان في ترتيب الحافلات وتنظيم المسير وترتيب البصمات وتختيم الجوازات للحجيج، بحيث يعني يدخلون إن شاء الله بيسر وسهولة. هلق أنا أول مرة بروح على الحج، شعور لا يوصف، يعني شعور السماح السنة فيه، ولا طبعا هي رحلة العمر إن شاء الله، والله يطعمها لكل مشتاق. جهات المعنية الله يعطيهم العافية، ما قصروا معنا من البداية لحد هلق، ما قصروا معنا، ماشينا معنا خطوة بخطوة بكل الخطوات اللي ماشينها، والله يطعمها كل السفرة لكل مشتاق، ونحن كثير مبسوطين. ما تصور فرحة كبيرة، الحمد لله رب العالمين. أنا على الرغم ترى بعت أرض، بعت أرض 5 دلومات مشان عندي الفريضة أخذته مع لحالي، وإن شاء الله تعالى الله قدم علي، الحمد لله رب العالمين. كل شراء بدي يروح على الحج وإله رغبة يروح، لأن فرصة بالعمر، فرصة عمر. نويت إن شاء الله هذه السنة بعام 2024 بزيارة بيت الله الحرام، وإن شاء الله نكون موفقين بهالزيارة، ونتمنى من الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا، وإن شاء الله رب العالمين يتقبل منا هذه الفريضة وأداءها ونرجع بالسلامة.